أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. أهلا بك أخي مالك. أهلا بك أخت فرحة. قول لي بقى، هم المسيحيين كفار ولا مش كفار؟ مشركين ولا مشركين؟ ينفع المسلم يتجوز منهم ولا مش ممكن؟ سؤال صعب، لأنه مشركين وغير مشركين، كفار ومو كفار. أفتح الشباك ولا أقفله؟ ولازم ومسموح المسلم يتزوج من المسيحي المشرك الكافرة. إزاي يعني؟ يعني إذا رحنا هات لي الأدلة. نعم، يعني إذا نحن بدينا في الأساس اللي وضع القرآن للزواج بين المسلمين يعني بين المسلمين، النص في سورة البقرة بيحكي بيوجه خطابه للمسلمين والمسلمات، يقول في سورة البقرة الآية 221: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. فقط النص بوجه خطابه للرجل، يقول إني لا تتزوجوا أي امرأة مشركة حتى تؤمن. ويقول ولأمة مؤمنة، لو أني كانت يعني امرأة أو مسترقة أو عبدة يعني كانت مؤمنة خير من مشركة. بتابع ولا تنكحوا المشركين، الخطاب للمرأة أني أيها النساء المسلمات لا تتزوجوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خيرا من مشرك. حتى لو تزوجتوا من الإيماء أو العبيد فالرجال أفضل من أن تتزوجوا من رجل واحد حر مشرك لا يؤمن. طيب هذا الأساس اللي وضع القرآن، يقول الخطاب إلى الرجل والمرأة: أيها الرجل المسلم لا يجوز لك أن تتزوج امرأة مشركة. ونفس القصة على المرأة. هذا هو الأساس. طيب عندما نذهب ونقول طيب كيف ينظر القرآن إلى المسيحيين؟ هل يعتبر المسيحيين ضمن إطار المشركين؟ نقرأ. يقول القرآن: لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم. وبتابع: لقد كفر الذين قالوا أن الله ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هو يقول بالحرف الواحد يكفر إن الناس دول مشركين، وأسوأ من ذلك ومعتبر كفار أيضا. أيوة. يقول طيب إذا كان اعتبرهم كفار ومشركين ومن يكفرون بالله وقد جعلوا لله تعدد آلهة، بمعنى والمشرك من هو؟ الذي يقول بوجود شريك مع الله. بالضبط كده. فإذا هؤلاء غير توحيديين. هو يتهم القرآن المسيحيين بأنهم يكفرون بالإله الواحد، يشركون بالإله الواحد، فإذا اتهموا بأمرين الكفر والشرك. طيب المنطق ماذا يقول؟ وكمان في مكان آخر يقول: واتخذوا أحبارهم ورهبانا أربانا من دون الله. والمشرك هو الشخص اللي عنده قناعة بأن وجود يعني شفعاء أو أرباب إضافية غير الله. فإذا اتهم المسيحيين بأن اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربانا من دون الله، يعني بالتلاتة، وأمر وزاد والمسيح ابن مريم اعتبروا أرباب من دون الله. فإذا في نصين يقول بشكل قاطع بأن المسيحيين هم كفار ومشركين. فالمنطق ماذا يقول؟ ممنوع الزواج، لأنه الأساس الذي قال أن ممنوع الزواج على رجل المسلم أن لا يتزوج مشركة، لازم يتجوز مؤمنة حصرا. ثم ينتقل ويقول بأن المسيحيين هم مشركون وكفار. فإذا النتيجة المقدمة الأولى النتيجة تقول بأن لا يجوز، ممنوع أنهم يتجوزوا من الناس دول. طيب ولكن وهون المفاجأة أنه هو حط مقدمة أولى الزواج حصرا بين مع المؤمنات والمؤمنين، والمقدمة الثانية المسيحيون كفرة. ولكن النتيجة لا تتجانس مع المقدمة الأولى. النتيجة تقول إن يجوز الزواج من المؤمن بين قوسين المشركات المسيحيات، والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذ آتيتمهن أجورهن. هو يسمح التزوج من النساء وادفعوا الأجر فقط، إني بمعنى المهر. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب لها السبب. إذا مشينا نحن مع القرآن كما حط الأسس، نقول إن هذه الآية غير صحيحة، لا يجب أن تطبق. يبقى في تناقض. أما هذه الآية في تناقض متناقضة، وما يعني بمعنى نحن نحتاج إلى حل لغز. أما تنسخ هذه الآية ونقول بني لا يجوز الآن الزواج من المسيحيات، أما تنسخ هذه الآية وما ينسخ تلك الآيات التي تقول عن المسيحيين إنهم مشركون وكفرة، بمعنى نحن نحتاج إلى نسخ من أحد الجانبين. أما أن نقول هذه الآية صح، المسيحيين كفرة ومشركين، وهذه الآية صح يجوز الزواج منهم، بس مش منسوخين دول. نعم، هؤلاء غير منسوخين، ولكن هؤلاء نصين متعارضين مع بعضهم بعض، وهذه الإشكالية كبيرة. بمعنى كيف أن يعني عندما تتساءل يعني كيف يأتي الرجل المسلم ويتزوج مسيحية
يقول ان هذا القران يسمح لي بذلك، هذا حقه. صح. طيب ولكن هذا يتناقض مع القران نفسه، بمعنى القران هو لا يقدم صوره مكتمله، ما عنده موقف واضح. يبقى كده انا اخي مالك انا بشكرك جدا، يبقى كده القران بيقول على المسيحيين مشركين، على المسيحيين كفار، على المسيحيين فيهم البدع كلها، وفي نفس الوقت القرآن بيقول ما ينفعش تتجوز يا مسلم غير مؤمنة، والمسلمة برضو لازم تتجوز مؤمن. لكن نلاقي حاجة غريبة قوي، آية بتقول للمسلم إنه يتجوز واحدة صف الله العظيم يا رب مشركة اللي هو أهل الكتاب، بس المهم يدفعوا الأجر. ده يعتبر تناقض ولا مش تناقض؟ نفتح الشباك ولا نقفله؟ ونشوفكم في حلقة قادمة من قرآنيات.